كابتن صبري يمكن لفت نظري ان الكاف بطلب من نادي الزمالك يوافق على ان يبقى في بكره دي احداد على روح العظيم طبعا الراحل كابتن ايهاب جلال، ودي كانت مبادره كبيره جدا من نادي الزمالك تجاه كابتن ايهاب جلال طبعاً، وتجاه نادي الاسماعيلي والاسماعيليه. وكمان كان نادي الزمالك من يومين كان اصدر بيان طبعا نعى فيه كابتن ايهاب جلال. فالحقيقه شايف ازاي دور نادي الزمالك في الفتره دي، ودايما نادي الزمالك بيبقى سباق سواء في الافراح او في الاحزان. والله طبعا ايهاب الله يرحمه طبعا كان يعني هو يعني مؤدب جدا مع في الشغل مع الناس كلها، صحيح، ومحترم جدا جدا، وطبعا هو اشتغل في الزمالك فنادي الزمالك كتر خيره طبعا ومشكور. والخطوه دي على فكره بتبقى صعبه جدا، يعني الكابتن لو عندنا في مصر بتبقى اسهل شويه. لا مصر انت بتبقى حاجه داخليه، انما حاجه خارجيه وبتلعب مع نادي تاني وفي ملعبه لازم تقدم طلب. لا دي مشكله لا يعني حتى لو الطلب هتقدم الطلب لكن الموافقه هي الاهم، ممكن يترفض. فطبعا يعني شكرا لنادي الزمالك وشكرا للكاف برضه على فكره ان هم وافقوا على هذا الكلام يعني، والفريق الضيف المستضيف يعني. فلا كلام كويس جدا، وإيهاب بيستاهل كل خير، الله يرحمه ويحسن اليه يا رب يعني.